وانت بقى اشتغلت في بيوت قبل كده؟ ايوه يا هاني، في بيوت وغير بيوت. بيوت وغير بيوت يعني ايه؟ يعني اشتغلت مره في مشغل تريكو، ومره في محل ورد، ومره مغسله هدوم. وايه اللي كان بيلطمك على الحتت دي كلها؟ لقمه العيش يا بيه. معاكي بطاقه؟ خليها معايا. عدم المؤاخذه يا بيه، اصل الحكومه عملت البطايق عشان تبقى معانا، مش عشان نشيلها مع الناس. يلا يا بنت ادخلي المطبخ نظفيه واغسلي المواعين. أمرك يا ستي. استني هنا يا بنت. انت قلتلي اسمك ايه؟ بسمة يا ستي هاني. ارمي البتاع اللي في بقك دي، ومش عايزه اشوفك تشتغلي باللي بنا هنا تاني، فاهمه؟ بدرسها عشان اعرفها كويس، اعرف اصلها وفصلها. عن اذنك تعالى هنا اقعد. رايح فين؟ هشرب. تشرب؟ اقعد بقى وانا اقوم اجيب لك صيفه. انت سبق ليك قبل كده اشتغلت في فرقه مزيكا؟ اوه كتير. وكنت بتدق على ايه؟ لا بدق على حاجات كتير. انا بدق على المكتب، على الطبله، على الريق، على الصاجات. شوف انا اساسا تخصص صاجات. اسمع، ايه رايك تشتغل الدهول وتبقى الدهول بتاع الفرقه بتاعتنا؟ الله 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 الله، دهول يا جدع انت، ما تلم لسانك امال. عيب عيب. انت فهمت ايه؟ انا قصدي تدق على الدهول اللي معانا. انت مش بتقول انك اشتغلت في المزيكا قبل كده؟ ايوه طبعا. امال ازاي ما تعرفش الدهول؟ انت قصدك على الدهول بتاع المزيكا؟ ايوه. خلاص اعتبرني من هنا ورايح الدهول الاول بتاع الفرقه.